إذن مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل، حفلنا الكريم، التواصل مستمر، الأشواط متواصلة والتحديات تتجدد عبر هذه الانطلاقات الجميلة والرائعة هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في تواصل متميز، في مشهد يتجدد بلقاء الأحبة والأخوة. نسير وإياكم مع انطلاقة الشوط الأول والرئيسي للقعدان اللقايا للإنتاج والمنتجين. هنالك البداية والصدارة الأولى، الانطلاق الأول، نرى ونتابع محتفل على البداية بشعار منصور بن عبد الله العطية على البداية وعلى الصدارة الأولى، النقلة والدور إلى ثاني المراكز. نتابع من خلال تقدم مسيان بشعار محسن بن راشد أو محزن بن حزام بن راشد بن نديلة القادم على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز تقدم وتواصل متميز من قبل هذا الشعار الذي يأتي على ثالث المراكز. السمح القادم بشعار حمد بن راشد بن حمد البريص المري، يتقدم شعار بن حلفان ويتقدم شعار العاصمة المتواجد على ثالث المراكز، بينما النقلة إلى رابع المراكز. نتابع وإياكم عفرين القادم بشعار جابر بن بخيت بن ثويني المري على رابع المراكز، النقلة إلى خامس المراكز والدور دور موادع الذي يتقدم على خامس المراكز بشعار فهد بن ثامر النعيمي. هذه هي الأسماء وهذه هي الشعارات الحاضرة والأسماء المتواجدة والمنطلقة من خلال هذه الانطلاقات المتواصلة عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث المتميز. البداية هنالك مع محتفل على البداية وعلى الصدارة الأولى بشعار منصور، يتقدم في هذه اللحظات على البداية منصور بن عبد الله بن علي العطية على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى ثاني المراكز لكي نتابع وإياكم وادع القادم على المستوى الثاني فهد بن ثامر النعيمي، يتواصل من خلال هذه الانطلاقة يتابع لنا مسيرة موادع على ثاني المراكز، بينما ثالث المراكز عفرين القادم بشعار جابر بن بخيت بن ثويني المري يتواصل مع انطلاقة عفرين على ثالث المراكز. النقلة نقلة المركز الرابع والدور الدور عند الحذر كأول نداء لهذا البطل، يصل بشعار سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي القادم على رابع المراكز، بينما خامس المراكز وصل البطل في هذه اللحظات، يتقدم بن جبران ويأتي بهذه النوعيات، يصل الآن بتواصل عالي جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري على خامس المراكز، يتقدم من مركز إلى مركز عالي بصدارة متميزة نحو المركز الرابع إلى ثالث المراكز. الآن هنا بتواصل متميز، هذه هي الأسماء وهذه هي الشعارات التي تنطلق وتحلق في درة الميادين الخليجية. نعيش وإياكم الآن أجواء الإثارة وأجواء الحماس. البداية الأولى والصدارة هنالك، هنالك موادع على البداية على الانطلاق الأول فهد بن ثامر بن ناصر النعيمي على البداية، وراء انطلاقة منصور بن عبد الله بن علي العطية من يقدم لنا محتفل على المستوى الثاني وثالثا. عالي عالي عالي، غير الآن عالي إلى البداية وعلى الانطلاق الأول سالم، سالم بن جابر بن جبران على البداية الأولى وعلى الانطلاق الأول، جابر بن سالم بن جبران
على البداية وعلى الانطلاق. الأول يقدم لنا هذه الانطلاقة المتميزة، يغير بدوره إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. نتابع وإياكم هنالك، هنالك انطلاقة محتفل منصور بن عبد الله بن علي العطية، ووصل الآن موادع فهد بن ثامر بن ناصر النعيمي على ثالث المراكز. ولكن البداية مع علي، علي على الانطلاق الأول مع انطلاقة جابر بن سالم بن جبران على البداية. بن جبران يقدم لنا هذه الانطلاقة، يقدم لنا هذه الإبداعات المتواصلة والانطلاقات الجميلة التي الآن في هذا المشهد المتميز. جابر بن سالم بن جبران على البداية مع علي والعصا في الإبطان بدون أوامر وبدون تعليمات. تذكر على الإطلاق. صباح الخير يا راعي علي، صباح الخير على هذا الإبداع المتميز والجميل المتواصل مع هذه الانطلاقات المتجددة بهذه النواميس المتميزة. سلام من الله عليكم على هذا الاندفاع المتميز وعلى وصول علي إلى خط النهاية. جابر بن سالم بن جبران ثاني المراكز. كان الوصول والانطلاق من قبل حرقان فهد بن ماجد القحطاني. ثالث المراكز دينار حمد بن راشد بن صفوة. رابع المراكز كان التواصل من قبل موادع فهد بن ثامر النعيمي. خامس المراكز نحتفل بشعار منصور بن عبد الله بن علي العطية. نصل وإياكم إلى هذا الملخص ولحظة وصول علي إلى خط النهاية بشعار بن جبران. 6 دقائق 19 ثانية 14 جزء من الثانية. ثاني المراكز كان التواصل على ثاني المراكز من قبل حرقان بشعار فهد بن ماجد السحيمي القحطاني. 6 دقائق 26 ثانية 22 جزء من الثانية. هكذا كان توقيت الحاصل على المركز الثالث بشعار موادع فهد بن ثامر بن ناصر النعيمي. تانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.